السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية ميلا وبالضبط في بلدية فرجيوة لنقف على مشروع 300 سكن عدل والتي انتهت الأشغال بها وبقات التحضيرات الأخيرة قبل التسليم نتاعها، واللي بالمناسبة نتكلم عن هذا النزيف الحاد في العقار. يعني علاش حنا ندوكا نصرخه للمسؤولين، علاش المشاريع هذه كلها متبعثره في كل مكان؟ علاش ما نجمعوش الاحياء هذه في مدن لنحافظ على العقار؟ علاش نرمي هذه الاحياء في كل مكان، في الجبال، في السهول، في الهضاب، في كل مكان متراميه هكذا بدون يعني تنسيق وتجميع هذه الأحياء في مكان واحد وتكون متلاصقة في نسيج عمراني مهيئ مسبقا، ويكون مدروس، ويكون فيه أوعية مهيئة للمشاريع نتاع المرافقة والمشاريع نتاع البروكسيميتي. على ما يكونش عندنا مدن عوض أن تكون لنا 100 حي في كل منطقة حي وحده. وش هذا يعني هذا التفكير هذا؟ والله مخي حبس. نشوف مشاريع هكذا مخي خلاص فرينا، راسي في حبس. استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.